يلا بينا بقى نعمل زردة القهوة ما قبل النوم. هجرب بقى اعمل القهوة بزهرة اللوتس. هتبقى ايه؟ بلسم مبلسم. لا مطلع ريحة زهرة لوتس. ايه؟ بلسم. بس هو شكلها عامل زي البينات بطل. بس حطيت بقى القهوة. قهوة بزهرة اللوتس. هقلب بقى كده المحتويات ونحط شوية مية. وهوبا القهوة خرجت وطلعت وش بلسم. ريحة القهوة مع ريحة زهرة اللوتس اكاد من فرط اللوتس اذوبه. نعمل بقى فشار البوب كورن باللوتس ونحط عليه ملح عشان يبقى سلطة كالوتس. يا ترى هو نفس عدد الذرة ده بيطلع نفسه هو عدد الفشار لما بيطرقع. نقلب بقى اللوتس مع الذرة. نحط بقى شوية زيت كده الاويل ونقلبهم بقى كده ونمشمشهم على نار هادية. استوى استوى اخيرا. ما اتحرقش ما اتحرقش. زهرة اللوتس لما سخنت مطلعة ريحة احلى من الشامبو. بس هو في مشكلة واحدة، الحلة اتحرقت. نزلت بقى شوية بطشيخ كده وشوية شمام.